أهلا بكم من جديد إلى أخبارنا، حيث كشف التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، أصبح الإجمالي 98869 حالة. وأكدت وزارة الصحة تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 71791 حالة تعب، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 676 حالة، مؤكدة أن عدد الحالات النشطة بلغ 26400 وحالتين منها 1484 حالة حرجة. طبعا اليوم هو أعلى رقم تم تسجيله في إصابة فيروس كورونا. صحيح. وبحسب أيضا المناطق، ونحن بين فينا وأخرى أيضا نعرض الرابط الخاص بهذه الحالات وتوزيع على المملكة الذي تعرضه وزارة الصحة بكل شفافية. مزيد من التفاصيل يسعدنا انضم معي الآن عبر الهاتف دكتور ماجد الثقفي، استشاري واستاذ مساعد في الطب الوقائي والصحة العامة وعلم الأوبئة. أهلا بك دكتور ماجد. السلام عليكم. السلام لكم إخواني الكرام. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين، شاكرا للاستضافة والترحيب. أهلا بك في أخباركم معنا دكتور. لاحظنا اليوم أعلى رقم تم تسجيله في الحالات الحرجة والحالات اليوم أصلا بإصابة بفيروس كورونا، إلى ما تعزو هذا الارتفاع دكتور؟ الحقيقة من تلك البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم أن هناك تغير في فئات الإصابة في المجتمع عن المرحلة السابقة، وهو ارتفاع معدل الإصابات في مختلف الفئات والأعمار، خاصة الفئات الخطرة، وهنا أشير إلى كبار السن، وكذلك ارتفاع نسبة الإصابة بين الأطفال والإناث، كما ذكرت اليوم في التقرير أن هناك تقريبا 11% من الحالات للأطفال و 31% من الحالات للإناث و 5% من كبار السن. تزايدت تلك المعدلات في الأيام الأخيرة بشكل أكبر في بعض مناطق المملكة، والوصول الحقيقة العدد هذا من الحالات الحرجة بفيروس كورونا كوفيد وتلقي بعضها العلاج في أقسام العناية المركزة. يعني دكتور أنت تقول إنه التفاوت هو في 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 معدل الأعمار والفئات ذاتها، ما كانت يعني ماشي على وتيرة واحدة مثلا سواء المختلطين دائما في الشوارع من الرجال، لكن لا الآن اختلفت الفئات فزالت الحالات، هذا اللي تقصده؟ نعم. هو ارتفاع الحالات إضافة إلى فئات لم تكن سابقا من ضمن الفئات المبلغة، فارتفعت الحالات أكثر وأكثر. كما ذكرت التزايد حصل في الحالات خلال الأسبوعين الماضية، وهذا يدل للأسف على مؤشرات عدم التزام بعض الإرشادات، التزام البعض بالإرشادات الصحية. وزارة الصحة. يبدو أن هناك مناشط وسلوكيات غير صحية تقع في المجتمع، قد تكون تمت تلك السلوكيات والله أعلم خلال اجتماعات عائلية في الفترة الماضية، إضافة إلى تصرفات البعض الغير مسؤول حقيقة. صحيح. والغير منضبطة والتي شاهدناها للأسف الشديد، وعدم استشعار البعض بأهمية حساسية هذه المرحلة، المرحلة الحرجة، بما أدى إلى سلسلة من انتشار فاشيات مجتمعية بين الفئات التي ذكرتها قبل قليل. وبالتالي زادت الحالات واكتساب العدوى وإصابات فئات أكثر وأكثر، ومن ضمنها الفئات الخطرة، وهذا جدا مقلق للنظام الصحي. دكتور ماجد جميل ما ذكرت، وزارة الصحة قامت بمجهوداتها، جميع القطاعات الحكومية والخاصة أيضا قامت بجميع مجهوداتها، ماذا عن دور الفرد للتخفيف من هذه الأعداد، أعداد الإصابات؟ نعم، ما في شك أنه قد تكون فرصة مناسبة حقيقة نشير إلى أهمية على الجميع استشعار المسؤولية والوعي الذاتي. للأسف طبيعة المرض بعض الأحيان يكون هناك حالات إما أن تكون بدون أعراض من غير لا تعلم، أو لديها أعراض خفيفة قد تكون ناقلة للمرض، بالتالي تكون وسيط لانتشار المرض داخل المجتمعات العائلية أو في أماكن التجمعات المختلفة. يعني هو كل من يحمل الفيروس دكتور هو سينقله سواء علم أو لم يعلم، سواء ظهرت عليه. نعم. أعراض أو لم تظهر عليه أعراض. نعم.
نعم هناك نسبة من الذين يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض في البداية، وقد يكون ويكون معدي حقيقة قبل ظهور الأعراض، وهناك من تكون الأعراض ليست بتلك الأعراض التي تكون تعطي انطباع أنه يشعر بمرض فيكون وسيط لانتشار المرض. وبالتالي علينا الاهتمام بالفئة الأكثر خطورة حقيقة، فلهم حق علينا حقيقة، والتقيد بالإجراءات الصحية حرصا على سلامتنا وسلامتهم، وكذلك تذكير الآخرين. عندما نجد شخص غير ملتزم علينا تذكير بالإرشادات وتذكير بالالتزام. الشعار في هذه المرحلة الحرجة ينبغي التقيد واتباع توجيهات الوزارة والوزارات المعنية. وزارة الصحة تصدر تعليمات ونصائح لاستشعار أهمية هذه المرحلة واتباع الإرشادات والتدابير الوقائية. نعم. وهنا يعني نكرر المقصد بالبقاء في المنازل ما أمكن ذلك، والتباعد الاجتماعي، والمواظبة على تنظيف اليدين بشكل متكرر، وتجنب العدوى التي قد تحدث عن طريق لمس العينين والفم والأنف، وكذلك المبادرة للتقييم الطبي عند الحاجة، مما يعني الالتزام بتلك الأمور الوقائية سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات. أو قد يكون هناك للأسف يعني وضع محرج ويسبب زيادة إلى تنويم الحالات في المرافق الطبية، خاصة مرافق العناية المركزة وإشغالها، والذي يعتبر عادة في العرف الطبي مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية. نعم. استنزاف الموارد الصحية من موارد وخدمات. نعم. وضغط على الكوادر الطبية والصحية بإذن الله تعالى بوعي الجميع الموارد. بوعي الجميع كما ذكرت الدكتور ماجد، أنه يكون هذا التخفيف والمنع أيضا من الانتشار. دكتور ماجد ثقفي استشاري أيضا، أستاذ مساعد في طب الوقاية والصحة العامة وعلم الأوبئة، شكرا لك على هذه الإيضاحات.